حاجه بالحق انا واحده من اسم قلقتني، نتصور قلقتك زيادة تاتي، ونتصور متقلقه الشعب التونسي كل اللي هي الناموس. فدينا كرك بديتنا من اول الصيف. فدي لا تويك علاش حبيت نعملها؟ خاطر الذبان جاي اوبسيون جديده هذايا تويك. جديد البارح فلقتني ذبانه بعد كي تلفت روحي نلقى عندي برشا بلايص صويبه في يدي بالشحطان اللي دكدكت روحي بطريحه في جر الذبانه وهي ما شديتهاش ما قتلتهاش. نفس الوضعيه اللي صارت لي وقت القايله خريف تويك وتبدا تفوق راسك تجيب حدا وتقول والمشكله تظهر لها كم بحذا الوذن هاي بالعاني تعمل وبحذا الخشم في تنقورك وعندها قرصه زاده ما عندك فين ما تقول معناك قايله كامله تعدي هي القايله وانت تنش عمل لك هي بعيد صوت تبدا نجي بحذا الوذن الناموسة الناموسة والذبانة اليوم اليوم رد تحكم من في روبريك ليك روبريك ليك ما يفيد فيه كان الطرق الطبيعية يا أختي لا في توكس ولا فلوس هكاك تتنافس. ليه في توكس تقولش عليك تبرفان عليك في برفان معناها زيد تتنهوش. انت تقول في توكس وتعمل كي الدلخ هكا نتاع بلي ضربه من هنا. باش نبداو بالبخاخه نتاع الثوم. الثوم ما يتيقوش لا الذبان ولا الناموس. ما يحملوش. كيفاش باش نعملو؟ باش ناخذوا شويه فصوص ثوم نهرسوهم مليح، ناخذوا كالثوم هذاك المهرس نزيدوه معناها نحطوا له الماء ونخليوه يغلي شويه، ومن بعد كنصفيو السائل هذاك نحطوه في بخاخه. حاجه نفشفشوا بها معناها دبوسه تفشفشوا بها ونفشفشوا في بيت صحيح فما ريحه ثوم لا محال اما افيكاس على الاخ معناها انسى بنزين الواحد نقول لك ابرك الريحه ابرك يا اخي انا نحب ريحه الثوم تحبيش فتحي لا وجميع اللي ياكلوا ثوم راهو يبعد عليهم الناموس ما يقرب لهم الجمله ما يحبوش نعيش على الثوم معناها باه نعطيك اللي بعده خيط راه شوفوا بالك اللي بعده عندنا زيت القرنفل اي مثلا مقبول زيت القرنفل من اكثر الحاجات اللي ما يحملوهاش لا الناموس ولا الذبان جوست ناخذوا زيت القرنفل نرشوه في البلاصه اللي موجودين احنا فيها ماذا بينا ما نرشوش بكميات كبيره على خاطر فما برشا عندهم ناس عندهم اليرجي على زيت القرنفل دونك شويه شويه ما عادش يدور بك الناموس. باهي عندنا حاجه اخرى تعرف على الكافور فتحي اي اي النبته اي فوالا دونك راهي علاج منزلي رائع للناموس والذبان يا اما تاخذوا هيئه اعشاب والا زيت كما تحب انت كانوا زيت تحطوا في فشفشه وتفشفش به وكانوا خذيتوا اعشاب بالبريكيه تحرق منه شويه في البيت معناها هكا تشعل منه تري ثم كعب زي ريح صحيت والكعب نتاعو يا اما الاوراق يا اما الكعب يا اما الزيت كان لذوكم الكعب تشيحهم تهرسهم تزيدهم ماء وتفشفشهم كان باش تستعمل باه طيب باه والحاجة اللي أنا أكثر حاجة عجبتني هي النعناع أنا نحب ريحته برشا أي فوالا ومنعش أموا صحيت ما كان لاحظت الناموس والذبان ما يدوروش بالنعناع الجملة دونك ناخذوا زيت نتاع النعناع فشوا به في البيت ولا حتى ندهنوا به بدنا خاطروا به زيادة للبدن ولا ناخذوا هكا بوم تاع نعناع ولا حبق تحطوا في البيت. باهي الحبق جربتها ما نفعتش ياس الحق. بالحق ريحتها قوية اللي خذيتها. قوية ما زايد ما نفعتش. حطيتها في الشباك. لا لا الداخل ما خرجتهاش لبرا. اي لازم يضرب شوية هواء باش ريحتها تطلع. لا ما خرجتهاش لبرا. اما النعناع ما جربتهاش. النعناع افيكاس راه. فوالا اعمل زيت النعناع رشو في الدار الروز ماري تعرفها؟ ليه؟ نبته زاده كيما الكافور أه. اسمها الروز ماري تاخذها زاده هي يا اما تشعلها هكا بالبريكيه تسيب الريحه نتاعها والا تشيحها وتردها بودر وتحطها في دابوسه يومي وتفش به. عندنا حاجه اخرى اليانسون اليانسون زاده افيكاس على الاخر الناموس والذبان جوست بحذا اللي كان عندك انت في بركون بيتك ولا في شباك بيتك بلاصه وين تنجم تزرع بلونت ولا حتى محبس تزرع فيه اليانسون واخر التالي طيب حتى ولا الذبان والناموس ما يحبوش الروايح الفاوحه معناها صحيح طيب ما خاطرهم شيف الزعتر ما يحبوش زاد الناموس والذبان دونك ناخذوا نعملوا أربعة قطرات نتاع زيت الزعتر. باهي الزيوت هذوما الكل سحرنين ناخذوهم. عند الزراعية اللي يبيعوا الفحات عندهم أنواع الزيوت اللي تتخيلها في بالك الكل. باهي. صدقني بصفة كبيرة ورهيبة. زيوت ساعات نقعد بيتا في أنواع نتاع زيت ونقول لهم هذا منين جبتوهم معناها. باهي. وماهمش غاليين زيت. خاص. دونك أربع قطرات من زيت الزعتر معاهم غرفة من زيت الزيتونة ولا زيت الجوجوبا كيما تحبوا أنتوما ومغرفتين ماء يتحطوا في دبوسة.
وتفشفش بهم في البيت. واخر حاجه باش نقول لكم اللي هي القرفه. القرفه الاكثر افيكاسيتي في اللي قلتهم لكم الكل، ما يتيقوش الناموس والذبان. دونك ناخذوا ربع مغرفه صغيره من القرفه، نخلطوها في الماء ونحطوا في دابوسه ونفشفشوا بها في البيت. ريحتها مش خايبه القرفه، فما ناس يحبوا ريحتها فما ناس ما يحبوش ريحتها. توقع هي قويه شويه لما حالها، هي ما انا عطيتكم برشا ديزاستيوس وانتم اختاروا اللي تحبوا منهم واستعملوها. اكثر حاجه عجبتني بتدخل النعناع. فوالا، حتى انا عجبني النعناع، حتى لافون زاد ما يحبوش الناموس والشويشه والذبان زاد كلهم يمين نكره، ونميل نكرهها زاد، والفرزيت. ليه الفرزيت هذاك اجا نقول لك هذاك نسى تونس الكل ونسى العالم الكل يكرهوه. ليه نسيت الكل. اما الفرزيت عندي ليك حاجه كان مقلقك، قول لي بركة نعطيك دواء. قول لهم مادام يسمعوا فين. ليه هي ساشي صغيرة ما تحقرها جملة تتباع، تلقاها في السوق لونها أخضر وتتباع ظهر لي 500 فرنك راه مش غالية. 500 فرنك هي كي تحلها تلقاها كيما الشابلور بالضبط، منظرها كيما الشابلور، تقولش عليها خبز مفتفت. هذيك تاخذ منها برشا ساشيات وتشوفك التريكن والبلايص هذوك متهكا تفتفت. أما ماذا بيك يبدا عندك حيوان في الدار وقت يبدا مش موجود، ولا اللي عنده الصغير يحاول وقت يبدا الصغيرات مش موجودين. من بعدها هي تخليه تبات ليل كامل، غدوه الصباح تشوف الضحايا معناها ملا، وتعمل جرون ميناج تغسل بها الكل. صدقني هو يحب ياسر مثلا انك تعشيش في المدن تاع الفريجيدير ولا في غاز يبدا عندك، اعمل فيها وتذكرني قول فتحي قلبها تحقر. راهو جربت الدريات الغاليين كلهم وتحير فيه. هذاك ضربه لله. صاي ابارامون فيه برودوي، المشكل انه مش حتى يقتل لك الصرصار وهو غاديكا، يخرجوا حتى من الحفره نتاعو، حتى يشم في الحفره نتاعو الريحه يموت. صاي ما عادش يقضي عليهم قضيه. انا لازم نسكت الكل نكرههم الكل. عمني ولقيت وزغه صغيره في داري دخلت لي. شوف فتحي شنو الخسائر الماديه اللي في جره اللوز غاديكا، بدون جافيل كبير صبيته عليها ودبوس الدينول كبير هذا كما ما نستناش لين هي طويقه تفرفط قاعده في الجافيل. ست صبيت عليها الدينول، صبيت عليها المير نتاع التنشيف، وصبيت عليها اومو، كل مواد التنظيف كل جبته، عملت كومه فوق بعد نلوش فيها ويني ولي المهم كشفت الكازي كشفت ما عادش موجود. وفوق هذا كل شيء دبوس الفيتوكس وعملها فش ونهرب فش ونهرب. المهم ماتت موتة ذريعة بحذايا كل الحشرات هذيا ما نحملهمش لازم نسكت الكل سون زيكسيبسيون ما نحملهمش. ربي بعدنا عليهم 10 18 دقيقة مازلنا ما متواصلين معكم.